بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الباب 19 من الكتاب السادس، كتاب الأضاحي، باب النهي عن لبس جلود السباع، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام الدارمي في سننه الحديث 26 بعد 2000. قال: أخبرنا يعمر ابن بشر عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أو عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. تفترش يعني ايه؟ تحطها فرشة كده على الأرض، لأنه كانوا زمان دي مظاهر ايه؟ التكبر يعني والعظمة. فالنبي نهى عن أي مظهر من مظاهر التكبر والعظمة. كانوا الناس ايه؟ الشجعان الكبار يعني يحط كده في الحتة اللي قاعد فيها جلد أسد وجلد نمر وجلد يعني بقى ايه؟ يعني هو وحش ما فيش حاجة. فكانوا يعملوها على سبيل ايه؟ كسر خاطر الضعفاء. فنهى النبي أن تفعل مثل هذه الأشياء لكسر خاطر الضعفاء، أو أن تفترش جلود السباع قبل دباغها، وإلا لأنها نجسة تحتمل هذا، لأن يعني يقول أن الجلد لا يطهر إلا بالدباغ، فيبقى إما النهي عن افتراشها قبل دباغها، أو النهي عن افتراشها بنية إيه؟ بنية التكبر وإظهار الفضل على الناس. وعن أبي قال: أخبرنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب الاستمتاع بجلود الميتة. والميتة هي إيه؟ هي مأكول اللحم إذا لم يزكى ومات، يسموه ميتة. وكل غير مأكول اللحم ولو زكيته يبقى اسمه ميتة برضه. يعني أنا جبت أسد ورحت قايل بسم الله الله اكبر ورحت ذبحه، برضه ميت لانه لا يجوز اكله. فهمت؟ يعني حتى لو زكيت غير ماكول اللحم فهو ميت. فهمت بقى؟ اما ماكول اللحم فاذا مات باي طريقه غير الزكاه الشرعيه، وهي ثلاث اربع طرق: ذبح ونحر وعقر وصيد، غير كده ما ينفعش ناكل. فهمت بقى ازاي؟ ده في ماكول اللحم، فاسمه ايه؟ ميته. زي المتردي، المتردية والنطيحة اللي تموت بنطحة وتموت من ايه؟ وقعت او حتف انفها لوحدها من غير ما حد يقرب لها بسبب مرض، كل دي اسمها ميتات. فهمت بقى؟ طيب، جلد الميتة نجس ولا يجوز الانتفاع بالنجس. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأمته انه ينتفع بها وتطهر بالدباغ. اذا خدنا الجلد ده ودبغناه من الميتة يطهر بالدباغ، وطالما طهر بالدباغ يبقى ممكن افترشه واصلي عليه والبسه واعمل منه حذاء واعمل منه جاكيتة واعيش حياتي، استعمله وابيعه واشتريه واتاجر فيه، كل حاجة سائر الانتفاع بقى. فهمت ازاي؟ طالما دبغته وصار طاهرا بالدباغ. فهم؟ باب الاستمتاع بجلود الميتة. وعن أبي قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الأسقية، فقال: ما أدري ما أقول لك غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ. الإهاب اللي هو إيه؟ جلد الدابة قبل دبغه، يسموه إهاب. أيما إهاب دبغ فقد طهر،
لانه كانوا بيعملوا منها القرب اللي بيحطوا فيها الميه، فلا بد يبقى القربه اللي فيها الميه دي تبقى طاهره. فيقوم ياخد الجلد ده يدبغه، فلما يدبغ يطهر، ساعتها ممكن يستعمله في سائر الانتفاع بقى، يفترش ويعمل منه قربه، يعمل منه اي حاجه، يعمل منه جاكيت، يعمل منه برنيطه يلبسها، يلبس جوانتي يدلع نفسه، يعمل منه خف، نعل، يستفيد بسائر الايه؟ الاستفادة. ايما، شوف ايما اهاب دبغ، يبقى يدخل فيه بقى ايه؟ جلود السباع كمان، لان ده مطلق اهو، ما قالش مأكل اللحم ولا غيره، لكن ذهب المسلمون الى مذهبان في المسألة. فهل يقصد بايما اهاب دبغ من مأكل اللحم؟ ولا يقصد ايما اهاب دبغ من مطلق ايه؟ الحيوانات كلها، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فهمت؟ ذهب الإمام الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهوي وأبي ثور إلى أنه لا ينتفع إلا بجلود مأكول اللحم فقط. واضح؟ ده مين؟ المذاهب اللي هو الأوزاعي، ابن المبارك. جبنا سيرة المذاهب الأربعة بقى المشهورة؟ ما جبنا سيرتها. المذاهب الأربعة المشهورة يجوز الانتفاع بإيه؟ بكل جلود الميتات مأكولة لحم أو غير مأكولة اللحم. فهمت إزاي؟ دي المذاهب اللي عند أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. أجازوا ذلك، لكن المقابل اللي قال لك مأكول اللحم فقط للإمام الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق بن راهوي وكذا إيه؟ أبي ثور. لكن الإمام أبو حنيفة قال كل الجلود ما عدا جلد الكلب بس، حتى لو جبت جلد الكلب ودبغته ما ينفعش استعمله لنجاسته عند أبي حنيفة. الإمام الشافعي زود قال خلاص حط معاه الخنزير، الكلب والخنزير. فهمت بقى إزاي؟ يبقى الإمام الشافعي عنده يجوز الانتفاع بكافة الإيه؟ الإهاب إذا دبغت من مأكل اللحم وغير مأكل اللحم، ويستثنى الكلب والخنزير، والأحناف يستثنى الكلب فقط، والمالكية كله حتى الكلب. يعني المسألة فيها خلاف كبير بين الفقهاء. وعن أبي قال حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن جلود الميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها. قيل لأبي محمد عبد الله تقول بهذا؟ قال نعم إذا كان يؤكل لحمه. خد بالك، يبقى الإمام الدارمي ماشي مع إيه؟ مع المذهب الأول بتاع الأوزاعي وابن إيه؟ وأبي ثور، اللي هم يقولك إيه؟ لابد يبقى مأكول اللحم عشان أستفيد بجلده، إنما غير مأكول اللحم ما يحرم أكله يحرم ايه؟ جلده. فهمت ازاي؟ ده المذهب ايه؟ الاولاني. وعن ابي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن يزيد بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن امه عن عائشه رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستمتع بجلود الميته اذا دبغت. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة لميمونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استمتعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقي عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. قيل لأبي محمد ما تقول في الثعالب؟ الثعلب ده غير مأكول اللحم عند بعض المذاهب، لكن مأكول اللحم عند الشافعي. فهمت؟ ما تقول في الثعالب إذا دبغت؟ قال أكرهها، لأنه عنده إيه؟ مذهبه إن ما يؤكل لحمه هو اللي ينتفع بجلده، وعنده الثعلب لا يؤكل. قال أكرهها. باب في لحوم الحمر الأهلية.
الحمر الأهلية اللي هي الحمر الإنسية المستأنسة، الحمار اللي إيه اللي بتركبه ده ويسمع كلامك وعايش معاك، ده اسمه الحمر الأهلية لأنه بيعيش مع الأهالي، واخد بالك إزاي، هو مستأنس. إنما الحمر الوحشية اللي هي المخططة دي اللي بتلاقيها في الغابات دي لا يجوز إيه، يجوز أكل لحمها، الحمار الوحشي يجوز أكل لحم، لكن الحمر الأهلية لا يجوز أكل لحمها، لأن النبي أراد أن ينتفع بها في الحمل بدلا من إيه أن تفنى بالذبح لرخص سعرها، لأن سعرها أرخص شوية من إيه من مأكول اللحم، فلو أجاز النبي أكلها ما كنتش هتلاقي حمار في البلد، فهمت؟ لكن لما ربنا حمى ظهرها البلد بقت كلها حمير، فالناس تستفيد بالحمير بقى في الانتقال، كانوا زمان دي وسائل النقل، ياخد له حمار ويروح الجامعة، ياخد له حمار ويروح شغله، ياخد له حمار وينزل ميدان السيد عيش، ياخد له حمار ويطلع المقطم، فهمت ازاي؟ زي ما تقول ايه باخد ايه الميكروباص، فهي دي كانت وسائل الانتقال زمان، قعدت كده قرون، قعدت كده اكتر من 1200 سنة، فهمت ازاي؟ في الاسلام لحد ما ايه ربنا ابدلنا وسائل مواصلات اخرى، فبقت بعد كده الحمير يدوب للحمل بس، او ايه يعني منظر كده، ما بقاش حتى في الارياف بيركبوه، جابوا التوك توك، الحمار الالي، واخد بالك، حتى في الارياف جابوا التكاتك وبطلوا يركبوا الحمير، فاهم؟ لكن الحمير كانت ايه تركب وتنقل ايه السباخ وتعين الناس على معيشة، فالنبي حمى ظهرها بانه حرم اكلها، فاهم؟ وعن أبي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما. الحسن وعبد الله دول ولاد مين؟ ولاد محمد بن الحنفية بن سيدنا علي، يبقى محمد مسمي اتنين من ولاده، واحد مسميه الحسن والتاني مسميه عبد الله، فاهم؟ وده أخو سيدنا الحسن والحسين من الأب بس مش من الأم، فنسبوه لأمه حتى يميز بين ايه اللي من نسل النبي واللي مش من نسل النبي، فهمت بقى؟ يبقى عبد الله الحسن وعبد الله ابني محمد وابن الحنفية عن ابيهما، اللي هو ايه يعني الاثنين دول، الابنين دول بيروا عن ابوهم محمد بن الحنفية، ومحمد الحنفية بيروا عن مين؟ عن ابوه سيدنا علي، فهمت؟ عن علي كرم الله وجهه وعليه السلام ان عليا قال لابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، يعني يوم فتح خيبر النبي نهى عن متعة النساء. ايه متعة النساء؟ ان يتزوج الرجل امرأة ايه بشرط زمن معين ويدفع لها، تتجوزيني لمدة يومين واديكي 2000 جنيه، تقول له موافقة، فهمت ازاي؟ يتم الزواج، هذا اسمه زواج متعة. تتزوجيني لمدة أسبوع وديكي كل يوم 500 جنيه، موافقة. الزواج ده كان جائز قبل فتح خيبر بهذه الصورة، نهى النبي عنه بعد ذلك وصار محرما، فاهم؟ اللي هو اسمه زواج المتعة، وإلى الآن الشيعة بإيه بيعملوا بيه وبيعكوا الدنيا، ونسأل الله السلام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. ليه بيقول سيدنا علي بيقول لابن عباس؟ لأن ابن عباس ما كانش يعرف إن النبي نهى عن المتعة، فكان بيفتي بجواز المتعة، فسيدنا علي قال تعالى يا ابن عباس تعالى، إيه اللي بتقوله ده؟ النبي نهى عن المتعة يوم خيبر، فسيدنا عبد العزيز بطل إيه؟ يقول للناس كده، كانش يعرف إن، فهمت بقى؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء يوم خيبر، يبقى كل زواج مؤقت مشروط في العقد حرام شرعا ولا يصح ايه به الزواج، واخد بالك؟ واحد يقول اتزوجك لمدة سنة، لمدة سنتين، لمدة شهر، لمدة 3 شهور، ما ينفعش، هذا العقد باطل. عقد الزواج يكون على التأبيد، فإن بان لك انك تطلقها بعد كده بطلقها، فهم؟ طب افرض واحد اكلنا في نفسه المدة، قال أنا هقعد في مصر أدرس في الأزهر لمدة 4 سنين، وأنا عايز واحدة تخدمني تطبخ لي تقعد معايا تونسني، يروح متجوز واحدة هو في نيته بعد 4 سنين لما يخلص الأزهر هيطلقها ويرجع بلده،
عشان ابوه خطب له هناك واحده هناك، فهمت؟ فلما راح تقدم لابيها ما قالوش ان انا ناوي اطلق، ما قالش ولا جاب سيره في العقد، دي حاجه جواه يصح العقد، العقد ايه يصح، فهمت؟ حتى لو كان في قلبه ناوي في يوم من الايام. طب ما عادي، طب ما اي واحد بيعقد على امراه ناوي لو تعبته هيطلقها، مش كده برضه؟ طب ما عادي، فيبقى لكن لم ينص في العقد، فهمت بقى ازاي؟ طالما لم ينص على المده في العقد يبقى ايه؟ زواج صحيح، لكن لو نص عليا في العقد الزواج بقى باطل، فهمت بقى؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعه النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسيه كمان، يعني حرم حاجتين يوم خيبر، اكل اللحوم الانسيه وايه؟ وزواج المتعه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ خيبر كانت كلها حمير، لما فتحوا خيبر مليانه حمير، والصحابه كانوا ايه؟ حصروها مده طويله وجاعوا، فاول ما فتحوها نزلوا على الحمير يذبحوا وياكلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ اكل لحوم الحمر الانسيه حتى يحفظها للاستعمال في امور اخرى افيد، فهمت؟ وعن ابي قال اخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قام رجل يوم خيبر فقال يا رسول الله اكلت الحمر او افنيت الحمر، ثم قال يا رسول الله افنيت الحمر او اكلت الحمر، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فانها رجس، لان ما يحرم اكله يبقى ايه؟ لحمه نجس اذا ذبح، فهمت؟ عشان كده قال فانها رجس. باب في اكل لحوم الخيل، هل يجوز اكل لحوم الخيل؟ يجوز عند، لكن ايه؟ الاحناف لا يجيزوا، واخد بالك؟ لكن يجوز عند الجمهور. وعن ابي قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت اكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه. وعن ابي قال اخبرنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه واذن في لحوم الخيل. باب النهي عن النهبه. وعن ابي قال اخبرنا ابو المغيره قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون فيها ابصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن. النهبة انك انت تاخد حاجة من ايه امام الناس كده عيني عينك مستغل قوتك وسطوتك وهي ما تحلش ليك، وقاعدين يبصوا كده ومتضايقين بس مش عارفين ياخدوها منك عشان انت قوي ومعاك حراس او انت فتوة وماسك سلاح وبتضربهم وبتهددهم، يبقى ايه؟ بخلاف السرقة، السرقة خلصة، فهمت ازاي؟ خفية ومن حرزها، انما النهبة عيني عينك كده امام الناس، وكانت غالبا ما كانت تؤخذ من الغنائم قبل قسمتها، فهمت ازاي؟ ثم بعد ذلك عممت في اسائر الايه؟ الاعمال. زي واحد يخش مثلا على واحد فاتح سوبر ماركت وبالليل بقى الدنيا كل الناس نايمه، وبعدين يروح داخل بمسدس يحطه في وشه كده ويفتح الدرج ياخد كل الفلوس. يحطها في جيبه قدامه كده. والمسدس التاني ساكت عشان خايف من المسدس، ويطلع في الاخر مسدس ميه. مفيش حاجه. واخد بالك؟ فدي اسمها ايه؟ نهبه، جاي ينهبه، بخلاف ايه؟ السارق، السارق يستنى لما المحل يقفل وبعدين يطلع على المواسير ويدخل من حفره ويتشقق وبعدين يروح فاتح الدرج وياخد الحاجه محدش شايفه يبص حواليه كده وبعدين يطلع، ده يبقى حرامي، فهمت ازاي؟ يبقى في سرقه وفي ايه؟ نهبه،
النهبة دي النبي بيتكلم عليه، لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن، زي اللي بيوقفوا الناس في الطرق ايه اللي هي مقطوعة وبعدين يهددوا بسلاح وياخد منه الموبايل وياخد منه الفلوس اللي معاه وياخد منه، فهمت؟ اهو دي كلهم دول ايه عالم نهابين، بينهبوا ايه اموال، والنهبة حرام قطعا، واخد بالك؟ ورزق حرام قطعا، واللي بيعملها في قطع الطرق يسموه ايه محارب كمان، يعني عقوبته قد تكون اشد من عقوبة السارق وقطع اليد بس، لان الف المحاربة تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض او يقتلوا او يصلبوا، يعني شوف اربع عقوبات يختار منها الحاكم ما يناسبها في كل مسألة. وعن أبي قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير عن ابن حازم عن أبي عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة، وكانت دي مشهورة عند العرب زمان قبل الإسلام، كانت قبيلة قوية تخش على قبيلة ضعيفة تنهب أموالها قدامها كده بالقوة، كانت القبائل عايشة على كده قبل الإسلام، ينهبوا بعض، لا عندهم زراعة ولا تجارة، بتشتغل ايه نهاب، فهمت؟ عايشين كده لحد ما جاء الاسلام حرم ذلك وجعل الناس اخوة وكل يحافظ على مال اخيه، هي فعمر البلدان واقامت حضارة كبيرة بعد ذلك، بعد ما كان شوية قطاع طرق قاعدين يتربصوا ببعض، فهمت؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة. قال أبو محمد هذا في الغزو إذا غنموا قبل أن يقسم. باب في أكل الميتة للمضطر، وده بنص القرآن إن الإنسان لو كان مضطرا ولا يجد طعاما ويكاد يهلك له أن يأكل الميتة. وعن أبي قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد قال قلنا يا رسول الله إن بأرض يكون بها المخمصة، يعني بيحصل لنا مجاعات، فما يحل لنا من الميتة؟ قال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا، يعني إذا لم يكن عندكم لبن في الصباح، حلبة يعني تحلبوها، ولم تغتبقوا يعني لبن في المساء، لما بيبقى عنده ناقة أو شاة حلوب بيحلبها الصبح وبالليل، فحلبة الصبح اسمها الصبوح وحلبة بالليل يسموها الغبوق، يعني لو ما عندكوش لبن تشربوه الصبح وتشربوه بالليل، ولم تختفوا بقلا، تختفوا يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تظهروا، تختفوا غير تخفوا، تخفوا يعني تخبي، تختفي يعني تظهر، فهمت ازاي؟ تختفوا، فهمت بقى؟ يبقى تختفوا غير ايه؟ تخفوا، فهمت؟ زي تشتروا تشروا، تشروا يعني تبيعوا، تشتروا يعني تجلبوا، فهمت بقى ازاي؟ دي برضو كده، ودي من ضمن الحاجات اللي ايه اللي كثير من العرب الاصلاء ما يعرفوش الفرق بينها. يبقى تختفوا بقلا يعني ايه؟ يعني تظهروا بقلا، يعني ما عندكوش بقول او اي خزين في البيت يعني. وفي روايات تختفئوا بالهمز كده، تختفئوا يعني تقلعوا من الارض، يعني تقلعوا من الارض كده. ولم تختفوا بقلا، والبقل البقول، كل ايه الحاجات البقول بقى يدخل فيها الفول ويدخل فيها الحمص ويدخل فيها البسلة ويدخل فيها اللوبيا، كل دي بيسموها ايه بقول، عدس، كل دي بيسموها ايه بقول. ولم تختفوا بقلا فشأنكم بها، يعني كلوها بقى طالما ما عندكوش حاجة، لا لبن تشربوه ولا حاجة خزين في البيت، تموتوا بقى كلوها، فاهم؟ لحد ما ايه ربنا يفرجها. قال الناس يقولون بالحاء تحتفوا يعني، وهذا قال بالخاء، والظاهر ان هي بالخاء احسن. باب في الحالب يجهد الحلب.
وعن أبي قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة. لقحة يعني إيه؟ يعني ناقة حديثة العهد بالولادة فيبقى فيها لبن، دي سموها لقحة. فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجاهدت في حلبها. حلبها لما مصمصها خالص ما خلاش أي نقطة لبن في الضرع، فهمت؟ يعني خلص كل حاجة. فقال دع داعي اللبن، يعني الرسول قال له ايه، اما تحلب سيب شوية لبن، لان شوية اللبن اللي في الضرع ده بيجعل الضرع يكون لبن غيره فيكون داعي لزيادة اللبن بعد كده، فهمت ازاي؟ يوم ايه ينزل مع اللبن اللي هيكون. يبقى ايه يكره عند حلب الناقة او حلب الشاة ان هو ايه ينهي حلبها بالكلية، بل لابد ان يسيب شوية ايه قليل من اللبن داخل الضرع. باب النهي عن قتل الضفدع والنحلة. وعن أبي قال لأن الضفدع كانت جند من جند الله أرسلها على فرعون، أرسلنا عليهم الضفادع والدم، فكانت جند من جند الله، فكانت ايه تدخل في أنية آل فرعون وايه وبهدلتهم لدرجة انها كانت ترمي نفسها حتى في المية السخنة مش شاممة عشان تقرفهم في عيشتهم. فربنا سبحانه وتعالى جبرها ونهى النبي عن قتلها، بخلاف الوزغ. الوزغ كان بينفخ النار على سيدنا إبراهيم فأمر النبي بقتله، فهمت؟ وجعل نقيقها تسبيح كمان. عارف انت نقيق الضفادع ده اللي هو صوت الضفدع، قالوا نقيق الضفادع تسبيح. هل يجوز اكل الضفدع؟ عند الشافعية لا، لانها مستقذر، وكذا النبي نهى عن قتلها، فهمت؟ وعند المالكية يجوز. وعشان كده ايه تلاقي في فرنسا عندهم شرب الضفادع. انا رحت باريس اصلي زمان، لقيت عندهم في المطاعم شرب الضفادع، ولقيت الجزائريين بيشربوها عادي، لان المالكية يجيزوا اكل الضفدع والجزائريين مالكية، لكن احنا شافعية نقول يا ايه القرف ده مقدرش ناكلها، فاهم؟ لكن التاني يعملها سندوتش مفيش مشكلة. وعن أبي قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارضي عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد أو السرد، نوع من الطيور الايه الزينة كده، تلاقيه منقاره ليه أحمر وتلاقي ايه شكله كده زي الطيور الملونة كده اللي انت ايه بتشوفها دلوقتي بيبيعوها ويحطوها كده زينة، ده ايه اسمه السرد او السرد. يبقى نهى عن ايه؟ عن قتل النملة، لان النمل مهم جدا لحياة البشر، لا تتصور حياة على وجه الارض من غير نمل ومن غير ذباب. تصور لو ما فيش ذباب ولا نمل كانت تجيفت الارض ونتنت ولا ينبت فيها زرع، وكان الناس ماتت من زمن. ليه؟ لان الذباب انتقاله بين النباتات بينقل حبوب اللقاح، فتتكون ايه المراعي الكثيرة دي كلها، واخد بالك اللي بيرعى فيها. وبعدين النمل بيكنس الارض من الزبالة طول النهار، اي حاجة يكنسها ويحل الجيف اللي تموت فبينظف لك الارض، واخد بالك، فما يخليش الارض فيها زبالة. يبقى النمل بينظف والنمل بيلقح النباتات الذباب قصدي، وعشان كده ربنا كتر من الذباب ومن النمل جدا خصوصا في المقطم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة، لأن النحل مفيد برضه بيعمل العسل والحاجات،
والهدهد وإيه والسرد، إكراما للهدهد لأنه إيه عاون سيدنا سليمان فأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله، لأن قتله لا ينبني عليه فائدة. باب في قتل الوزغ، الوزغ اللي هو البرص. وعن أبي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ. باب في الجلالة وما جاء فيه من النهي. إيه هي الجلالة؟ مأكول اللحم إذا تربى على النجس يبقى سموه جلالة، لأن الجلة اللي هي الروث اللي بيخرج من الدواب بيسموه احنا في المصريين يقولوا عليه جلة، معروفة دي الاسم ده بيقولوه في الأرياف مصر لحد دلوقتي، فاللي عايش على الجلة دي اسمه جلالة، فاهم؟ يعني كل غذاء من النجاسات، لحمه ده بيبقى لحمه كأنه متنجس نبت من ايه من نجاسات، فنهنا بين أكل الجلالة إلا أن تحبس، تاخدها بقى تحبسها وتأكلها أكل طاهر شوية وبعدين تاكلها، فهمت؟ وبالتالي لبن الجلالة برضو ما تشربوش، ليه؟ لأنه برضو هيبقى متنجس، إلا إن حبستها وأكلتها أكل طاهر فبعد كده تأكل. وعن أبي قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا هشام الدستوي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة اللي هي الحيوان اللي يصبر يعني يربط وإيه ويتنشن عليه كده حتى يموت فلا يجوز أكله. وعن لبن الجلالة وأن يشرب من في السقاء، نهى عن ثلاث حاجات أهو في الحديث ده، عن المجسمة عن أكل المجسمة يعني الحيوان الذي يقتل صبرا بالرمي ثم يموت فلا تأكله، وعن لبن الجلالة فلا تشربه، ونهى أيضا أن يشرب من في السقاء لأن السقاء ده بيبقى عبارة عن قربة جلد فأنت مش شايف المية اللي جواه كويس، فممكن يدخل في جوه السقاء ده برص أو حية أو حشرات أنت ما تعرفش، تيجي أنت بقى تفتح فيه من السقاء تشرب تلاقي نفسك قاعد بتعبي زبالة ما أنت مش شايف، أو أنك أنت هتقذر فمش سقاء بريئك يوم الناس تقرف من تشرب بعدك، فنهى النبي عن إيه؟ عن الشرب من في السقاء، لكن تسكب منه في إناء وتشرب، لكن ما تفتحش السقاء كده وتحط بقك فيه وترضع منه كده، نهى النبي عن هذا حماية للشارب وأيضا حماية إيه للسقاء نفسه فلا يتقذر، الناس ما تستقذروش بقى ما ترضاش تشرب منه، فهمت بقى؟ ونقف على كتاب الصيد غدا إن شاء الله، يبقى هنصطاد بكرة إن شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.